بعد 20 يوما من التظاهرات ومئات الشهداء وآلاف الجرحى، يخرج وزير الدفاع نجاح الشمري بتصريحات مثيرة عن الطرف الثالث الذي يقتل المتظاهرين وقوات الأمن بحسب قوله. وأنا زملك من يوم 15/10 اللي صار، من 25/10 العفو اللي صارت المظاهرات، إنه لا يكون لا يوجد أي حمل سلاح لكافة القوات الأمنية الموجودة ضد المتظاهر، موجودة مقابل المتظاهرين، وإنما القتل الحاصل هو قتل من طرف ثالث يقتل في المتظاهرين ويقتل في القوات الأمنية. الوزير تحدث عن طرف ثالث يستخدم أسلحة لن تستوردها الحكومة العراقية، وعن قنابل غاز مسيلة للدموع فتاكة توجه مباشرة على رؤوس المتظاهرين، وعن اختراق كبير في صفوف قوات الأمن التي شدد على إنها لا تحمل السلاح في مواجهة المتظاهرين. بعد يعني أن ذهبوا إلى الطب العدلي وتم إخراج هذا المقذوف من أجسادهم أو من رؤوسهم، وجدنا أن هذا العتاد الموجود هو لم يستورد من قبل أي جهة عراقية، وإنما أداة الإطلاق البندقية مالته هذا العتاد دخل إلى العراق ليس عن طريق الحكومة العراقية. تصريحات وزير الدفاع المثيرة نسفت ما قاله قبل أيام الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، الذي أكد أن القنابل المستخدمة هي من نوع CS وتستخدم في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وفي كل دول العالم. منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها ذكرت أن التباين في طريقة إطلاق قنابل الغاز يطرح سؤالاً عما إذا كانت بعض القوات تعمل جنباً إلى جنب بموجب أوامر مختلفة أو لديها أوامر بتفريق الحشود بأي طريقة تراها مناسبة، أو أن بعض القوات تتجاهل الأوامر الصادرة لها.